متابعي كرة القدم، نقدم لكم اليوم ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد التي تقام ببطولة كأس السوبر الأوروبي لهذا الموسم، حيث تقام المباراة يوم الأربعاء 15 أغسطس 2018. ويقص ريال مدريد الأسباني بطل أوروبا وجاره اللدود أتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري الأوروبي يوروبا ليج شريط الموسم القاري، عندما يلتقيان في العاصمة الأستونية تالين في أول مباراة للكأس السوبر الأوروبي في كرة القدم تقام بين فريقين من مدينة واحدة. وهذه المرة الرابعة من أصل 5 نسخ يتواجه ناديان من أسبانيا، لكنها الأولى بين ناديين من مدينة واحدة وتحديدا العاصمة مدريد، بعد تتويج ريال مدريد بلقب المسابقة الأولى على حساب ليفربول الإنجليزي 3-1، وأتلتيكو بلقب المسابقة الرديفة على حساب مارسيليا الفرنسي 3-1 في مايو الماضي. وسوف تنقل البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بكأس السوبر الأوروبي قناة راي 1 الإيطالية المفتوحة وقناة سي بي سي سبورت اتش دي المفتوحة أيضا، وتردداتها كما يلي: تردد قناة سي بي سي سبورت اتش دي المفتوحة القمر الصناعي يوروب ستار 1 الاتجاه 45 شرقا، التردد 11135، الاستقطاب افقي، معدل الترميز 27500، معامل خطأ 5/6، والتشفير مفتوح. تردد قناة راي 1 الايطالية المفتوحة القمر الصناعي هوت بيرد 1/6 الاتجاه 13 شرقا، التردد 11766، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل خطأ 2/3، والتشفير مفتوح. التردد الثاني للقناة القمر الصناعي هوت بيرد 1/6 الاتجاه 13 شرقا، التردد 10992، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل خطأ 3/4، والتشفير مفتوح. وفي نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد دائما في عالم مباريات كرة القدم.